وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له ثنائية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال أهل العلم: التثنية لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة هنا، وإنما في أمور كثيرة جدا. منها أولا في الهجرة، كان أبو بكر يستأذن النبي في الهجرة صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: ليس بعد، ليس بعد، حتى أذن له. فقال لأبي بكر: إنه قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة؟ قال: نعم الصحبة. فاختار النبي أبا بكر من دون الناس كلهم ليهاجر معه، هذه واحدة. ثم كذلك هو ثاني اثنين في الإسلام، فهو أول رجل أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ثاني اثنين في الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، ورؤيا الأنبياء حق، رؤية منام. قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوضعت أنا في كفة والأمة في كفة فوزنتهم، يعني ثقلت أنا بهم، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنهم، فهو أشد الناس إيمانا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في المحبة، محبة النبي له صلى الله عليه وسلم، ولذا لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ثاني اثنين في الأخلاق، أخلاقه قريبة جدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يصل إلى النبي أحد صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قريب من النبي، أقرب إنسان من النبي في الأخلاق أبو بكر الصديق. وكلنا يذكر خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها: زملوني زملوني، فماذا قالت له خديجة؟ قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج أبو بكر مهاجرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لقيه شخص يقال له ابن الدغنة، وهو أمير بلد على طريق الطائف. فابن الدغنة لقي أبو بكر الصديق، قال: ما لك؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله. قال: سبحان الله، مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الصفات التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق. ثم هو ثاني اثنين في الصلاة، ما كان النبي يقبل أن يصلي أحد من الناس غير أبي بكر الصديق، خاصة في مرض موته، فكان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يقرأ لا يسمع الناس من بكائه، أسيف يعني حزين، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وهو ثاني اثنين في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لعائشة: ايتيني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهو ثاني اثنين في المشورة، كان النبي يقدم مشورته على غيره، ما يستشير أحد قبل أن يستشير أبا بكر الصديق دائما أبدا، يستشير أبا بكر، كان في أسرى بدر استشار أبا بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار يعلمون مكانة أبي بكر الصديق، ولذا في أحد لما توقف القتال صاح أبو سفيان: أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ ثم قال: أفيكم عمر؟ فيعرف مكانة هذين الرجلين. وكذلك ثاني اثنين في الفتوى، ما كان أحد من الصحابة يجرؤ أن يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق، كما في حادثة حنين لما أخذت يعني الأموال اللي هي الغنيمة من أبي قتادة رضي الله عنه،
فقال رجل: يا رسول الله هبها لي. فقام أبو بكر وقال: لا، الله لا يؤتى إلى أسد من أسد الله فتؤخذ أو يؤخذ سلبه، أعطه إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. ثاني اثنين في العلم، فهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته تقريبا بخمسة أيام، قام في الصحابة فقال: إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر. يقول: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الصحابة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها، عرضها على أبي بكر الصديق، قال: تتزوج حفصة؟ فسكت أبو بكر. فعرض على عثمان، قال: تتزوج حفصة؟ فقال عثمان: أمهلني الليلة أنظر في أمري. ثم جاءه عثمان واعتذر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وصارت أما من أمهات المؤمنين. فجاء أبو بكر إلى عمر قال: أحزنت لما لم أجبك إلى حفصة؟ قال: نعم. قال: أما إنه ما منعني إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فالنبي كان يسر له بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. هو ثاني اثنين في اختلاف الصحابة كان يحسمه أبو بكر، حتى قال ابن تيمية: لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة خالف فيها الصواب، لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة لا يعلم له أنه أخطأ فيها أو خالف الكتاب أو السنة أبدا. ولما اختلف الصحابة في قتال المرتدين وقف أبو بكر وحده وأمر بقتالهم، ولما اختلوا في قتال مانعي الزكاة قام أبو بكر وحده وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. حتى قال عمر: فوالله إني رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للأمر حتى علمت أنه الحق. ولما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر أن النبي يدفنون حيث يموتون. ولما اختلفوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وغير ذلك كثير، ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة جدا تدل على مكانة هذا الرجل، أنه ثاني اثنين في أمور كثيرة، وليست القضية قضية هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الهجرة مع النبي من أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.